لعبة هيرو وارز هي لعبة جميلة تحتوي على تقنيات بصرية شبيهة بالألعاب الواقع الافتراضي. هي عبارة عن ملحمة للأبطال الذي ينبغي عليك مساعدته على تجنب الوقوع ضحايا في عالم خراب اجتاحته المئات من مخلوقات العالم السفلي. دورك في هذه اللعبة سيكون بسيطا للغاية، وستكون بطلا لا يتعدى كونك متفرجا فقط. تطور المعارك بشكل تلقائي، ومع ذلك فإن اللعبة تمنحك إمكانية التفاعل أثناء اللعبة من خلال لمس صور الأبطال والقيام بالتالي بتفعيل قدراتهم الخاصة بعد تعبئتها بالكامل. ستكافئك كل معركة من المعارك التي تربحها بقطع نقدية ومواد يمكنك استثمارها في تحسين خصائص أبطالك أو إنجاز معداتك أكثر تطورا وفاعلية. فتح أبطال هيرو وارز تفتح مع تقدمك في قصة اللعبة، تأتي لمساعدتك في مغامرتك، ويعتبر تجنيدك لأبطال جدد أمرا مهما للغاية، إذ سيساعدك على التقدم في بعض المناطق المليئة بالتحديات في اللعبة. فهو قدم لنا عملا رائعا ومتقن من خلال تقديمه هذه اللعبة، والتي أيضا سنتعرف عليها بالتفصيل. إذا كنت من عشاق الألعاب التي تحتوي على مزيج من الذكاء والتخطيط، بكل تأكيد هيرو وارز هي أفضل الألعاب لذلك، فأنت حقا ستنزهل من هذه اللعبة وستنال إعجابك بكل تفصيلة فيها وبكل دقة. ستلعب بشخصية الفارس المحارب الشاب الذي يسعى للحصول على الكنوز والنقود الذهبية لكي يصبح ثريا ويتمكن من تطوير نفسه وقدراته كمحارب ليكون قادرا على مواجهة الأخطار والتحديات القادمة. وتتمثل هذه التحديات في مجموعة المعارك الملحمية مع الأعداء والتي ستثبت فيها أنت مهارتك كلاعب، بالإضافة إلى المهمات التي تتطلب ذكاء حتى تحمي فارسك الشاب من كل ما يهدد حياته.